السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل كلامنا على الكونفيجريشن مانجر. النهاردة هنبتدي كلام عن الاوبريتنج سيستم ديبلويمنت. زي ما احنا شفنا قبل كده اللي احنا قدرنا نعمل ديبلوي الابديتس والابلكيشن، احنا النهاردة هنتكلم عن الاوبريتنج سيستم. انا معايا هنا الاسطوانة عاملها التاش بتاعت الويندوز 10. احنا زي ما درسنا قبل كده في ال WDS، احنا عندنا في السورسز فايل اسمه بوت توين وانستول توين. الانستول توين هو اللي بيكون فيه الانستوليشن داتا بتاعت الويندوز. يعني انا لو جيت فتحت السي حته البروجرام فايل، بروجرام فايل اكس 86، الويندوز يوزر، الكلام ده بيكون موجود جوه الاسطوانه او جوه الانستول توين وبيحصل اكستراكت. فانا هعمل فولدر جديد هنا اسمه OSD، اختصار OS Deployment. يعني بحط فيه الفايل بتاعي المجاش sources install between copy OS Deployment وعمل بست. تمام، هحتاج ال اعمل شير للفولدر ده، شيرنج ادفانسد شيرنج شير فولدر، فكده هو هيقول لي لاي ون. هقول اوكي، هوقف لغايه ما القابل ده يخلص ونرجع تاني ان شاء الله. ورجعنا بعد ما خلصنا القابل بتاع الانستول دوت وين فايل. لو جيت هنا على السوفت وير لايبراري اوبريتنج سيستم، هاجي على operating system image، هقول له add operating system image، هروح الباص هنا عليك خلينا براوز. دي install the twin open next ال Windows ده نوعه Windows 10 Enterprise. yes تحاول تحط version أو comments، لا مش فرق معايا. summary next close. فأنا كده جهزت ال Windows 10 اللي أنا عاوز أعمله deploy. إيه الخطوات التانية اللي أنا همشيها؟ أول حاجة هجي في administration، هروح على server and site system rules، هاجي على distribution point اقول له Kubernetes، هاجي هنا اقول له enable البيكسي support for client. هنا بيقول لك البورتس اللي انت محتاج تفتحها عشان تenable البيكسي. عاوز ترد على اي incoming بيكسي من ال configuration manager server، اوكي حتى لو unknown computer هترد عليه ماشي. طب انت عاوز الناس اللي هيقدروا يسحبوا نسخة يكون معاهم باسورد معينة ولا اي حد يقدر يسحب؟ لا، الناس اللي معاهم باسورد، بحيث ان هو مش اي حد يوصل جهاز على النتورك ويقول لك انا سحبت نسخة والدنيا راحت من عندي، تعالى ارجع لي الداتا ومش عارف ايه. لا، انت متأكد ان هو يوم ما حد مثلا يسحب نسخة؟ لا، ده الحد اللي انا اوثرايزد فعلا. هترد على كل انترفيسز ولا انترفيسز معينه، انت ممكن تعمل سبنت معينه للبيكسي الانستليشن بتاع الاجهزه بحيث ان هو ما يحصلش او البيكسي ديبلويمنت هيسحب نتورك ريسورسز فده ما يضايقش البرودكشن انفايرمنت، فانت ممكن تعمل سبنت ثانيه للديبلويمنت بتاع البيكسي بس. عاوز تستخدم مالتي كاست ولا لا؟ المالتي كاست هيسمح لك الجهازين يسحبوا نفس نسخة الايمج في نفس الوقت، بس ده هيعمل لود جامد على النتورك. فلو انت عاوز تستخدم الكلام ده اوكي، مش عاوز تستخدمه براحتك، بس انا دونت ريكومند ات الا لو انت كنت في سبنت مختلفة للديبلويمنت مش في البرودكشن سبنت. فاحنا عملنا انيبل للبيكسي، مجرد ما هقول له اوكي هو السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر هيروح يبتدي يعمل ديبلويمنت او انستليشن للسيرفر روح. برضه اقدر اتابع اللوجز بتاع دبليو دي اس سيرفر. لو جيت على السي على اللوجز فولدر بتاعي هتلاقي عندك فولدر اسمه اس ام اس بيكسي. هتلاقي الداتا اللي هي بتاعت اللي انا
باخد الويم فايل بحطها في ريموت انستليشن فولدر، ريموت انستول فولدر، اللي هو الريموت انستول فولدر ده اللي بيكون فيه البوت فايلز او البوت ايزو بتاعت الكونفيجريشن مانجر. لو جيته هنا او البوت فايل بتاعت ال بي تي اس ريموت انستول ده، معنى ان في فولدر ريموت انستول يبقى كده ال بي تي اس سيت اب ده عندك، دي الاستراكشر بتاعت ال دبليو دي اس او ده الاستراكشر بتاع الفولدر. ولو جيت هنا في السيرفر مانجر مثلا اد رولز اند فيتشرز، هتلاقي ال WS Windows Element Service زي installed. طب ايه الستيب اللي بعد كده؟ الستيب بعد كده هيرجع تاني للسوفت وير لايبراري، هيدخل على البوت ايمجز باي ديفولت كونفيجريشن مانجر حاطط اتنين بوت ايمج هو جايين معاه في الانستليشن ده اللي احنا هنستخدمهم، مش هنعمل اي بوت ايمج تانية. هنيجي على x86 بروبرتيز بتاعتها، هاجي في الكاستمايزيشن هتقول له انيبل كوماند سبورت، ديت مفيده بحيث لو حصل فيلير وانت بتعمل سيت اب هتقدر تخش بالسي ام دي ترابل شوت تشوف هو ايه المشكله اللي قابلتك. والداتا سورس هتقول له deploy this boot image for ROM the pixie enabled distribution point، لو هي مش عليها علامة الصح فلا انت تشيك عليها علامة الصح وتقول له اوكي. هيقول لك التغيير اللي انت عملته محتاج يخلي البوت ايمج ديت نعمل لها ريديستريبيوت على الديستريبيوشن بوينت بحيث نعمل لها ابديت. موافق؟ فاقول له يس، نعمل ريديستريبيوت براحتك ما عنديش مشكله. نيكست، اوكي خلص السيت اب، هقول كلوز، هسوي خلص الديستريبيوشن. خطوه بعد كده هعمل تاسك سيكونس. التاسك سيكونس ده اللي هو بيقول انا هستخدم اي بوت ايمج واي انستول دوت وين فايل، ولو هعمل سيت اب لابلكيشنز معينه ايه الاوردر بتاعك او ايه الستبس بتاعتك او ايه السيكونس بتاعك اللي انت هتستخدمه في السيت اب بتاع الايمج. عندنا اتنين اوبشن، عندنا كريت تاسك سيكونس وتاسك سيكونس ميديا. احنا لو هنبوت فروم النتورك هنشتغل بالكريت تاسك سيكونس، لو هنستخدم other method of booting هنستخدم task sequence media. خلينا النهارده بس نركز على ال task sequence وبعد كده ناخد overview المره الجايه ان شاء الله على task sequence media. عندك كذا اوبشن، انت عاوز تعمل upgrade لنسخه موجوده قبل كده، ولا هتنستول نسخه جديده، ولا هت build نسخه وتاخد لها capture، ولا هترمي حاجه موجوده قبل كده في HD، ولا هتعمل كاستم تاسك سيكونس. انت ده اللي هنستخدمه علشان نستخدم الانستول دوت ويم فايل اللي احنا استخدمناه ده، بنستخدمه لما بنكون عندنا ايمج ويندوز سوري عندنا ماشين فاضيه هنرمي عليها اوبن سيستم، وبعد كده نعمل لها ابديت مثلا ونرمي عليها ابلكيشن الكاستم بتاعتنا ادوب مثلا ونرار والكلام ده، بعد كده هناخدها كابشر، يبقى كده هي كانها جولدن ايمج بتاعتنا وهنبتدي نعمل ديبلوي ليها. فالكابشر ده بيتم ازاي؟ عن طريق التاسك سيكونس ده، او ممكن نستخدم من الميديا هنا حاجه اسمها كابشر ميديا ايزو فايل ايزو او اسطوانه هنبوت بيها النسخه اللي احنا عندنا بيها عليها كل حاجه الكونفيجريشن بتاعتنا، وانا هاخد الكابشر ونرفعه على السيرفر كانستول دوت وان فايل، وبعد كده هنقول له انستول ان اكزيستنج ايمج باكج. ده اوبشن جديد موجود في الكونفيجريشن مانجر 2016 اللي هو انت تقدر ويندوز 7 او ويندوز 8 او حتى ويندوز 10 ترفعهم تعمل لهم ابجريد لويندوز 10. مثلا ويندوز 10 1607 ترفعه ل 1710 مثلا. انستول اكزيستنج ايمج باكج ده السوليوشن اللي هنشتغل عليه. تاسك سيكونس مثلا ديبلوي ويندوز 10 بير ميتال، البوت ايمج بتاعتك اللي هتستخدمها هي ال 32 بت. اوكي مين ال
وصل لتون فايل بتاعك او مين الاوبريتنج سيستم ايمج بتاعتك. لو انت كان عندك مثلا كذا حاجه جوه الويندوز 10 ديت، ساعات بيبقى عندك استوى ويندوز 10 جوه ويندوز 10 هوم ويندوز 10 برو ويندوز 10 انتربرايز، فانت عاوز تختار اي ايمجنج اللي هتعملها سيت اب، عاوز تبارتيشن انفورمات الكمبيوتر اوتوماتيك، عاوز تستخدم بيت لوكر، هتحط البرودكت كي مثلا، اللوكال ادمن باسورد عاوز تسيبل ولا انيبلد، ولو انيبلد ايه الباسورد اللي انت هتحطها عليه، تسيبل هو هيجنريت باسورد اوتوماتيك، هتجاون دومين ولا هتحطه في ورك جروب، انا هستخدمه كورك جروب المره دي. الاكونت هنا اللي كنت هتستخدمه عشان تجاون بيه الدومين، وكنت هتحطه في اي او يو لو انت جاونت دومين. هتحط انستول كلاينت ولا لا، اليوزر بتاع تكابشر اليوزر فايلز، لا انا اصلا هديبلوي على بير ميتال، مفيش اي سيتنجز انا عاوز اعمل لها كابشر سواء كده او كده. هل عاوز انستول ابديتس الاول قبل تديبلوي الاوبريتنج سيستم؟ لا انا مش مهتم بالانستول ابديتس، هتنستول ابلكيشنز مع الاوبريتنج سيستم، هقول له برضه لا. بس انت تقدر يعني مثلا لو جيت هنا تقدر تسلكت ابلكيشن كده، هتلاقي مثلا 7 زيب هتختاره، فتقدر كده تعمل له سيت اب بعد ما الاوبريتنج سيستم يعمل انستول. هقول له نيكست نيكست، فانا كده عملت كريت التاسك سيكونس بتاعي اللي هبتدي اعمله ديبلوي. قبل ما ابتدي اعمل ديبلوي انا محتاج النسخه بتاعت الويندوز 10 دي يحصل لها ديستريبيوت تروح للديستريبيوشن بوينت، فباجي هنا كليك يمين على التاسك سيكونس بتاعي، هقول له ديستريبيوت كونتنت، نكست، هتستريبيوت على ايه اللي هيحصل له ديستريبيوت، ماشي هتستريبيوت على اي ديستريبيوشن بوينت، دي السمري بتاعتنا، هيبتدي هو يعمل عملية الديستريبيوشن، كلوز، هروح انا في المونترينج، في الديستريبيوشن ستيتس، كونتنت ستيتس، هميك شور الويندوز 10 انتربرايز بقت 100% حصل لها ديستريبيوشن تمام. ساعتها اقدر اجي بقى على السوفت وير لايبراري تاني على التاسك سيكونس، والمره دي اقول له ديبلوي. عاوز ديبلوي لمين؟ احنا عاوزين ديبلوي على بير ميتال، فبير ميتال اوريدي كونفيجريشن مانجر ما يعرفوش، ف عشان هو ما يعرفوش يبقى هنرمي على الاول انون كمبيوترز. قول unknown computers by default فيها unknown computer 64 بت وواحد تاني 32 بت. عاوز available ولا required، هنختار هنا ال in only media and vexy. ال setup ده متاح لو حد هيبوت بميديا او حد هيبوت عن طريق البيكسي اللي هو اف 12 في النتورك، انما لو حد عنده configuration manager client مش عاوزينه ياخد النسخة ديت. available من امتى، اليوزر اكسبيرينس شكلها ايه، alerts ولا لا، distribution point، configuration، summary، progress، close. اتبقى لنا حتة قبل ما نبتدي نعمل deployment بتاعنا، هنروح على الدي سي بتاعنا هلوجن. انا اوريدي عملت سيت اب للدي اتش سي بي وعملت اكتيفيت للسكوب في نفس الرينج بتاع السيرفرز، هختار سكوب اوبشنز، هنعمل كونفيجر الاوبشن 66 و67. لو انت مستخدم دي اتش سي بي سيرفر ما هوش ويندوز، يعني مثلا سيسكو سيرفر سيسكو ديفايس راوتر ولا حاجه هو اللي بيعمل ديستريبيوشن دي اتش سي بي سيتنجز، هتحتاج تعمل حاجه اسمها اي بي هيلبر. اي بي هيلبر هتعمل فيه ايه؟ هتقول له والله السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر بتاعي هو على 192.168.1.50، والبوت فايل اللي انا هباوت منه هو اسمه اس ام اس بوت سلاش مش فاكر بالظبط، خليني افتكر، هو من هنا
اكس 86. بعد كده هناخد الفايل اللي اسمه wdsnpb.com. يبقى اكس 86. بعد كده اسم الفايل واقول له اوكي. فديت الهيلبر هتساعد الجهاز الماشين اللي هي البيرميتال لما هتبوت هتروح تسال الدي اتش سي بي هات لي اي بي، اخد اي بي، هات لي تاب كونفيجريشن بتاعه السيرفر اللي هروح اسحب منه نسخه بيكسي، فهيدي له السيتنج ديت في اوبشن 66 و67. بعد كده هيقدر يعمل داونلود للاوبشن للايمج ديت ويقدر يعملها صدى. يبقى احنا دلوقتي عملنا انيبل البيكسي وظبطنا الدي اتش اس بي سيتنجز وحطينا الايمجز بتاعتنا. ايه لسه في خطوات تانية؟ لسه في خطوة. لو جيت هنا على سايتس انت محتاج اكونت تسحب بيه النسخة بتاعت الانستول دوت ويم اثناء السيتاب علشان تقدر تسطب بيها. فالاكونت ده هنيجي نعمل له كونفيجريشن تحت السايتس هنا. configure site components software distribution network access account. هحدد له الدومين admin account. اوكي ماشي. خلينا بقى دلوقتي نروح نبتدي نعمل سيت اب للاوز ديبلويمنت ده. فلو رحنا على الفي ام وير وقلنا له هنعمل فايل نيو فيرتشوال ماشين تيبيكال مثلا انستوليتر هتبقى نوعها ويندوز 10 64. نيكست هتحطها على السي ماشي 60 جيجا. اوكي كاستمايز الهاردوير. في خلينا نزود بس البروسيسور علشان يعني الدنيا تخلص معانا بسرعة. وهنا خليها بريدجت اقوله كلوز فينيش. هنبوت الفيرتشوال ماشين بتاعتنا. هيروح يكلم الدي اتش بي يقول له انا عاوز اي بي، اخد اي بي. هيروح يكلم السيرفر ال 150 اللي هو كونفيجريشن مانجر. بص اف 12 اول ما هيبوت خليك تحس بص اف 12 هيخش على البيكسي هيبتدي يعمل داونلود للفايل بتاع الوين فايل بتاع البوت. اول ما يخلص ده هيقول لك انت عاوز انستول اي تاسك سيكونس، فانت هتختار التاسك سيكونس بتاعنا اللي احنا عاملينه. هتبتدي تقول له سيت اب، هيبتدي يسحب الانستول بتاع الفايل ويبتدي يعملها انستول على الماشين. ليه؟ System Center Configuration Manager هو اللي هيعمل ديبلوي. IT Organization بتاعتك والداتا بتاعت الـ PE. حط لي الباسورد اللي احنا ظبطناها علشان تقدر تسحب النسخة. تمام. انا كنت بعد حبة ترابل شوتينج فايرت اسم تاسك سيكونس بتاعنا.
يشوف اي ديبندنسيز موجودة على التاسك سيكونس ده، هيبتدي يبارتيشن التاسك وهكذا كده هيبتدي يعمل ديبلوي اوبريتنج سيستم. بالنسبة لل F12 اللي احنا طلعنا ندوسها ديت، لو انت مش عاوز تدوس ال F12 في اثناء البوتنج وانت بتديبلوي تاسك سيكونس، هتديبلوي ك required مش available. available اللي يبقى لازم تدوس F12، required مش هتحتاج تدوس F12 ديت وهو هيموت على طول. هو دلوقتي ابتدى يعمل apply ال operating system. خلينا نوقف الفيديو ونرجع تاني لما يخلص ال deploy بتاع ال operating system. هو دلوقتي خلص ال step بتاعت deploying ال system على ويندوز. دلوقتي ابي دخل في ال steps بتاعت ال install ال configuration manager client، وبعد كده هيحاول ينستول الابلكيشن، وبعد كده هيحاول ينستول الابديتس، واول ما يخلص ده هتبوت بقى الويندوز عادي بتاعنا. هوقف تاني ونرجع تاني لما يخلص ان شاء الله. ودي الماشين بتاعت الويندوز بتاعتي، خلاص خلص السيت اب. بس احنا عملنا حركه جميله، عملنا لوك اوت لنفسنا. احنا عملنا الادمنستريتور ديسيبلد مش انيبلد، وحطينا ملوش باسورد ومش عملناش دومين. فلما تيجي تدخل يوزر هنا، هو عاوز يوزر عشان تعمل لوجن، مفيش اي يوزر تقدر تعمل بيه لوجن. فحتى لو قلت له ادمنستريتور مثلا هيقول لي ديسيبلد او انكوركت، وما سالنيش في الوزارد اللي هي بتاعت الرمز العاديه كريت يوزر والكلام ده. فاحنا وانت تعمل تاسك سيكونس، خليك بس متاكد ان ما تعملش الحركه اللي انا عملتها في نفس ديت وتعمل لوك اوت. اكيد طبعا في طرق كتيره تقدر تحل بيها المشكله ديت، بس ادينا شفنا هنا اوريدي الويندوز حصل له انستول اهو.